يقال أن فرحة النجاح لا تقارن بأي فرح، فهي نتاج لتعب ومثابرة على مدى فترات طويلة. من يحقق التفوق في أولى المحطات المفصلية بمسيرته العلمية يثبت أنه على الطريق الصحيح ويعد بنجاحات قادمة ومستقبل زاهر. بفقرتنا الحوارية الثانية هي رح تكون مع التفوق والتميز، لهيك رح نرحب مع المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي زين رندا صالح. يسعد صباحك يا رند. يسعد صباح ومبروك التفوق. شكرا. يا هلا بيكي. وزين اصبر ايضا يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. الله يبارك فيكي. صباح الخير لكم واهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا رند وزين. طبعا التفوق وفرحه النجاح والتفوق ما بتعادله اي فرحه ثانيه. خلونا نبدا، يعني كل حدا فيكم يوم اعلان النتيجه، رح نبدا معك زين. يعني كيف كان وقع النتيجه واعلان النتيجه بالنسبه لك؟ كان يوم اربعاء 14/7 بالضبط، كانت الساعه 12 وحده تقريبا، أعلنوا أنه النتائج الساعة 4. طبعاً لبين ما صارت الساعة 4 عشنا أعصابنا. صحيح. صارت الساعة 4 كان في ضغط كتير كبير على الموقع وبالزر لحتى قدرنا نجيب النتيجة. آخر شيء إجيت والحمد لله كانت نتيجة كويسة، وبس ما مثل ما كنت مطمحت. أكيد. هلا نحن بدنا نحكي بهي التفاصيل، لكن كمان بدنا نعرف من رند كيف كان وقع النتيجة عليك وقديش استنيتيها وكيف كنتي طبعاً مشدودة الأعصاب مثل ما ذكر زين. يعني هذا اليوم بيكون دائماً بالذاكرة. تفضلي. هو مثل ما قال زين، نحن ضلينا عايشين على اعصابنا لوقت ما طلعت النتيجه. وقت طلعت النتيجه كان شعور غريب كثير، انه اول مره هيك منعيش فرحه بس دموع حزن وفرحه، لانه على رفقاتي وعلي. يعني هلا هي كانت انه متوقع هيدا النجاح. اكيد التفوق العلامات العاليه، واسترجعت هيك مذاكرتي كل ايام الدراسه. حلو. هو النجاح مثل ما دائما نحن بنقول ما نو حصيله هيدول الاشهر اللي درستوها بخير قبل الامتحان. هلا خلينا نحكي شوي دردشه، يعني بكيف نحن حضرنا لحتى وصلنا لهون. نحن ما بس هيدي السنه نحن كنا عم ندرس، هي حصيله سنوات سابقه من الدراسه لحتى وصلنا لهيدا التفوق. واكيد لازم الواحد اكيد يزيد الهمه باول السنه ويتابع كل درس بدرسه ويلتزم بنصائح اساتذته لحتى يحصل على التفوق وهيك نتيجه. تمام. واكيد لازم يكون متاسس، يعني اذا واحد ما متاسس ما فينه يجي يدرس بسنه ويتفوق. تمام. قد ما كان قد ما درس. تمام. رند، خلينا نحكي عن المواد اللي كنت تحسيها يعني خلال العام الدراسي هي صعبه بالنسبه لك، كثفتي جهودك يمكن لحتى ختمتي مثلا الماده، وبعض المواد كانت سهله بالنسبه لك. ما كنت واجه صعوبة كتير، بس بالنسبة لمادة الرياضيات بما أنه هي بتحتاج دقة كتير كنت واجه فيها شوية صعوبة. بس مع دراسة المادة بأدق التفاصيل وصولا إلى الخطوط العريضة. حلو. ومع تبسيط المادة والالتزام بالوقت واتباع برنامج دراسي، صرت أتقرب من المادة. ومع تبسيط المادة بأسلوب أستاذي صرت أتقرب من المادة شوي شوي لحتى صارت ميسرة. حلو. زين، كان في مواد صعبة يعني واجهتها؟ عموما طبعا تدرس عموما واجهت كثير صعوبة، بس المواد المادة الوحيدة اللي حسيتها صعبة هي كانت الاجتماعية. لأن منهاج ضخم عبارة عن 3 كتب لازم تحفظيه بأدق التفاصيل وعلى الكلمة. صح. ممكن يريح لك أي جزء علامي. صحيح. وبيكون عندك شغف واهتمام لحتى ما يريح لك أي علامة. رند، يعني هلا دائما نحن بنقول كطلاب، حتى نحن وقت كنا طلاب، لحتى نتفوق بالمادة أو حتى نهضمها ونحبها ونقدر نحصل العلامة الكاملة مثل ما ذكر زين مثلا الاجتماعيات بكل تفاصيلها، لازم نحبها للمادة أو حتى نحب أو نتفاعل مع مدرس المادة. هو فعليا حب المادة بيرتبط بحب الأستاذ. صحيح. وطريقة شرح الأستاذ من خلال أسلوبه. تمام. يعني كل ما كان اسلوب الاستاذ مشوق وسلس، كل ما انت حبيتي الماده اكثر وتقربتي منها فانت بتتفاعلي معها اكثر. طيب في مواد رند مثلا بالسنه اللي قبل التاسع مثلا التعليم الاساسي خلينا نقول ما كنت تحبيها، فجاه هيك صرت تحبيها من خلال طريقه معينه تلقيتيها؟ لانه نحن كلنا مرينا بهي التجارب. الاجتماعيات ما كنت حبها. بس مع طريقه استاذي ولما صار يعني هو كثير سلس معنا بالتعامل، فكان يعاملنا مثل اب واخ يعني ومعلم. حلو. بقى هي طريقته خلتني كثير حب الماده وصارت من المواد المفضله عندي. برافو. زين، ذكرت انه الاجتماعيات كانت هي يعني تحدي بالنسبه لك، كيف واجهت هيدا الموضوع انت لحتى حبيتها للماده او يمكن لحتى قدرت تحفظ هيدي المعلومات الكثيره الموجوده سواء بالتاريخ او الجغرافيا او حتى الوطنيه؟ مثل ما حكيت رند، استاذنا كان بالنسبه لنا اب ومعلم واخ وكل شيء، لان كنا نفس الاستاذ. بس التزمت معه بأدق التفاصيل مثل ما وجهني، وتابعت معه درس بدرس، وكل ما نخلص درس احفظه وعيده مرتين ثلاثة خلال اليوم.
صار معك هيك أثناء الدراسة، أثناء فترة الدراسة، يمكن هي أحداث أنت بتضل بذاكرتك، يمكن خلال هيدي التحضيرات بتقعد تتذكر أنه أنا صار معي بهيدي المادة الموقف الفلاني أو القصة الفلانية، سواء بالمدرسة مع رفقاتك مع أساتذتك؟ بتذكر مع أساتذتي بالمدرسة أو بالبيت كيف كنا هيك، أنه كان في روح تعاون بيناتنا، كان كيف كانوا يعاملونا مثل أولادهم كانوا يعاملونا فعلا، أنه يخافوا علينا ينتبهوا علينا يضلوا يوصونا انتبهوا هون انتبهوا هون. كثير حلوه هي الاجواء وهي الخطوات، يعني لما بنتذكر نحن زين ورند. هلا نحن حكينا عن يوم النتيجه وقديش كانت اعصابنا مشدوده لحتى حصلنا على النتيجه، خلينا رند نحكي عن يوم الامتحان، اول يوم بالامتحان اكيد له رهبه له خصوصيه لحتى تدخلوا، هي كتجربه اولى يعني كشهاده، خبرينا رند. هلا بالنسبه لاي طالب دارس هي رهبه الامتحان شيء طبيعي، حاله موضوعيه صحيح، وخصوصا باليوم الاول والماده الاولى ومع السؤال الاول، بس لما نقرا سؤال بتأني ونبلش نجاوب مثل ما نصحنا الاستاذ ونلتزم بالنصائح والارشادات بتبلش تتكسر هيدي الرهبه وبتزداد ثقه الطالب بالدراسه. كمان بالنسبه لك زين كمان تخبرنا عن اول يوم. هلا هو اكيد مثل ما حكيتي بيكون إلى رهبه اول يوم لان احنا فايتين على تجربه هسه اول مره بنجربها، يعني فايت انا على محل ما بعرف مدرسه ما بعرف طلاب ما بعرف الاساتذه ماني متعود على الجو، ورايح وانا معي حافظ 3 كتب تمام. ممكن اي مع بهالساعتين انا حصيل دراسه عام كامل تماما، ممكن تاثر معي اي شيء، بس مثل ما حكيت يعني قد ما كان كمان الطالب واثق من نفسه بيكون عنده هي الرهبه، في شويه رهبه صحيح. بس تفوتي لجوا انت اخلي مع الوضع خلص بتاخذي مع الجو. وكملنا هيك بس اول ماده خلصناها كملنا بقى هيك بثقه بسلاسه وشفنا انه اجواء الامتحانات هي الواحد للمحضر والدارس اكيد بتكون الاجواء كثير سهله. خلينا نقول مين وقف بجانبكم انتم بهيدي الفتره، مين كان داعم لكم الاساتذه، خلونا نحكي عن البيت، يعني كانت هيدي الفتره كثير مهمه بالنسبه لكم كونه اول امتحان يعني بتخضعوا له وهو مثل ما قلنا انتقال من مرحله الى مرحله ثانيه. رند خبرينا. بالنسبة إلي أهلي أكيد وقفوا جنبي، بس ماما لعبت دور كبير، ماما تسهر معي تدرسني تحفظني تساعدني تخليني أتمسك أكثر بهدفي وأنه تعلمني كيف أني أوصل له، أو أكيد أساتذتي لعبوا دور كبير فكانوا يعني حكوني بكل صيغة تفاؤل وأمل ويعلموني أنه تعبي ما بيضيع تعبي ما بيضيع تماما صحيح، أكيد التعب والجهد أبدا ما بيضيع حلو. وكمان زين انا اكيد كان دعم الاساسي هو الاهل وبالاخص امي، لان كمان مثل ما حكيت رند كانت ضلت تسهر معي وتوصيني وتنبهني، واكيد كمان في فضل على اساتذتي سواء بالبيت او كادر مدرسه اجيالنا الخاصه اللي بوجه لهم كل احترام والشكر لان تعبوا معنا وضلوا يوصونا وحرصوا علينا كثير. تمام اكيد يعني هيدي خلينا نقول انتم توجهوا شكر لكل حدا وقف لجانبكم من اساتذه من مدرسه من اهاليكم اللي كانوا معكم بهيدي الفتره. قدوتك رند انت بهيدي المرحله، انت مين كان قدوتك دائما انت تقولي انه بدي اصير مثل فلان او بدي اوصل لهدفي مثل هيدا الشخص؟ انا كانت قدوتي امي، لانه امي كمان كانت مثلي كانت مجتهده وكانت تدرس كثير وكانت هي بمثابه انه مثل خيط النور بالنسبه لي بهيدي المرحله. مثل ما قلت لك هي علمتني كيف اتمسك باني يعني هي خلتني احط الهدف قدامي واتمسك وامشي على طريقه. تمام حلو كثير حلوه كل يعني وحلو كل حدا يكون عنده هدف يكون عنده قدوه يحاول يعني ممكن انه يتعب لحتى يوصل. كمان زين اكيد عندك قدوه بالحياه حابب تصير مثله من خلال العام الدراسي اللي درسته، اكيد كان عندك جهد مضاعف. اكيد كان في جهد مضاعف وانا بقول انه الفضل بيعود لامي لان هي اللي تعبت معي، وبس كانت قدوتي بتمنى كثير مثل والدي ابوي. حلو ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل التوفيق بتمنى لكم. هلا الطلاب اللي مقبلين على هيدي المرحله انتم هلا تجاوزتوا لهيدي المرحله فصرتوا قادرين تعطوا نصائح للطلاب اللي جايين عليها، شو بتخبريهم لكل الطلاب مقبلين على مرحله على امتحانات التعليم الاساسي وهيدي المرحله، شو بتقولي لهم رند؟ انا بدي اقول لهم انه هيدي كانت احلى تجربه بصراحه، يعني انا بمر فيها وهي ابدا ما بتخوف ابدا ما كانوا نحكي فيها نحن، لما تفوتوا علي ولما تجربوها رح تعرفوا انه هي كثير حلوه، ولازم هن انه يحبوا الماده لحتى يتفوقوا فيها، ولازم يسهروا ولازم يتعبوا ولازم يحطوا هدف قدامهم. حلو اكثر ماده حبيتيها انت خلال فتره دراستك بالامتحانات؟ صراحه كنت احب كل المواد خصوصي العربي والرياضيات.
يعني كانوا من افضل المواد المفضله بالنسبه لي. بس حلو كمان زين، كمان عندك اكيد نصائح لكل طلاب. هي كانت تجربه حلوه، اكيد واجهنا فيها كثير صعوبات وضغوطات ومشاكل، بس حلوه وحبيناها لان اول مره بنجرب هيك شيء، وهي بالنهايه تعليم مشان للبكالوريا الواحد يصحح اخطاء واللي غلط فيها. صحيح. واكثر المواد اللي حبيتها هي كانت كمان رياضيات وعربي، كان عندي فيهم شغف من انا وصغير، واساتذتي هن كمان كثير حلو الشغف. يعني اكيد هدول المادتين كان في اسلوب معين واسلوب اكيد قريب لكم لحتى تعلقتوا بهدول المواد من خلال الاستاذ القريب منكم. هلا رند خلينا نحكي، عم نحكي هلا انه فعلا هاي المرحله مرحله التعليم الاساسي هي تجربه اولى لكم كامتحان ورهبه امتحان ونجاح وعلامات وتفوق. البكالوريا رح تكون مرحله ثانيه لكن هي تحديد مصير لكم، طموحات قادمه تعلمتوا من هاي التجربه، خلينا نحكي عن طموحاتك القادمه، شو حابه تصيري بالمستقبل، عندك هدف معين يعني عم تسعي لهذا الموضوع، هو حجر اساس من هلا للبكالوريا اللي هي تحديد مصير. تفضلي. هلا انا من لما كنت صغيره انا عندي طموح اني اصير دكتوره ان شاء الله، لانه ماما زرعت فيني هذا الشيء انه بالبقلي اصير دكتوره، اني شاطره انه بقدر اوصل لهذا الشيء. وبالبكالوريا انا مستعده لاني انا تعلمت كيف بدي يعني ادرس، كيف بدي سافر بالطريق، كيف بدي ابني من العقبات سلم لحتى اوصل لهدفي. وبس هيك. حلو زين، يعني هيدي اول خطوه خلينا نقول انتم تجاوزتوها بمجال التفوق والنجاح، اكيد هناك خطوات قادمه مستقبلكم لسه قدامكم، انما يعني خلينا نقول هيدي بتكون ثمره من جهود انتم قدمتوها في بهيدا العام. طموحاتك يعني لوين حابب توصل زين، شو حابب تعمل بحياتك؟ هلا نحن عموما يعني ساتنا بعمر ما فينا نحدد مستقبلنا لان ما حدا بيعرف شو راح يصير بالمستقبل، بس عموما مستقبلي انه بحب اكون دكتور بالمستقبل ان شاء الله. واكيد مثل ما قلت تعلمنا من التجربه بالتاسع لحتى نصحح اخطائنا بالبكالوريا ونجيب كمان علامات كويسه ونتفوق. اكيد هي تجربه متميزه لكم كشباب بهذا العمر المتميز، كل التوفيق لك زين ولك كمان رند، ان شاء الله يا رب تحققوا كل طموحاتكم وكل يعني الهدف اكيد اللي عم ترسموه تمشوا بخطوه بخطوه. شكرا لكم. شكرا لكم، مبارك لكم مره ثانيه بالتفوق وان شاء الله بتوصلوا للمطارح اللي انتم بدكم اياها. يسعد صباحكم، شكرا لوجودكم معنا لليوم. هلا يسلموا.